خلال شهر رمضان المبارك تعمل جمعيات المجتمع المدني على نشر الخير من خلال عدة حملات تطلقها، حيث شاركت جمعية بصمة خير مع منتسبي وزارة الداخلية في توزيع وجبات الإفطار التي جاءت في إطار حملة فيند خير التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مستشار الأمن الوطني. يستمر العطاء في الشهر الكريم بمشاركة المتطوعين ومنتسبي وزارة الداخلية في توزيع وجبات الإفطار ضمن حملة فينا خير. طبعا هذه مبادرتنا السنوية المعتادة اللي هي في شهر رمضان نقوم فيها، اللي هي الإفطار على الطريق وفطوركم علينا، بس هذه السنة تميزت طبعا، وانتهز هذه الفرصة طبعا وأتوجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ ناصر لإتاحة المشاركة لنا في حملة فينا خير طبعا بالتعاون مع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية دائما ما تكون شريكا أساسيا في مثل هذه الحملات لضبط الأمن والإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. هذا العمل اللي احنا نقوم فيه هو تعزيز لمبدأ الشراكة المجتمعية اللي تنتهجها وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فينا خير اللي أطلقها سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد، اللي أثبتت حجم العطاء والتعاون بين كافة أطياف المجتمع البحريني. طبعا حسب توجيهات معالي سيدي وزير الداخلية قامت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والمحافظة الجنوبية بالتعاون مع العديد من المتطوعين لتوزيع الوجبات الغذائية الإفطار في عدد كبير من المواقع في نطاق المحافظة الجنوبية، وإن شاء الله إحنا بنكون مستمرين في توزيع هذه الوجبات طيلة شهر رمضان المبارك. عدد كبير من المتطوعين بمختلف الأعمار شاركوا في الحملة بهدف مساعدة كل مكونات المجتمع في هذا الشهر الفضيل. تزامن مع حملة فينا خير اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد ضمن الشراكة المجتمعية نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعية بصمة خير مشروع إفطار صائم، بذلك تم التعاون مع 100 متطوع يوميا، وذلك تم توزيع 4000 وجبة بشكل يومي، وتم له مراعاة الإجراءات الاحترازية يوميا. والله حملة شو أقول ممتازة، وكم مثل شفت عينكم المتطوعين قاعدين يونا من كل صوب، وكل واحد يحب يحط يده من كل مكان، واحنا انتمنا ان بعد يحطون يادهم معنا. قعدتي في البيت قاعده عاديه، فقلت ليش ما اتطوع واحصل اجر من عند الله، واحنا يعني شقش مثل ما احنا فينا الخير يعني نسوي احسن من الخير يعني هالشيء. الخير والعطاء مستمر رغم التحدي الصحي ليثبت ابناء البحرين كل يوم حجم عزمهم.